الآن في المحور الرابع الذي يهتم بتأثير خصائص التربة على توزيع النباتات. إذن ما هي العلاقة بين خصائص التربة لشنها، سواء من الخصائص الفيزيائية أو الخصائص الكيميائية التي تؤثر في توزيع النباتات؟ يعني كنلقاو مثلا إلى خدينا بعض الأشجار كنلقاوها كتنبت في مكان معين في حين أنها لا تنمو في مكان معين آخر. مثال شجر الأرقان، شجر الأرقان يتواجد في جنوب المغرب، اما في شمال المغرب ما يمكنش نلقاو شجره الارغان في شمال المغرب نتيجه لاختلاف مجموعه من العوامل، منها عوامل ديال التربه، كذلك المناخ والعديد من الاشياء. اذا العوامل التربيه او خصائص التربه تتحكم في نوعيه النبات الذي ينمو فوقها. اذا من بين الخصائص اللي كتاثر على التوزيع ديال النباتات هي خاصيه قدره الاحتفاظ بالماء اللي شفناه هنا عند التربه. إذا قدرة الاحتفاظ بالماء لها تأثير خاصة في توزيع بعض الأشجار. مثلا كما نلاحظ الآن في هذه الصورة، نرى أن في هذه الصورة توجد مجموعة من الأشجار على مستوى هذا الهضاب، هضبة سواء في غابة مالا أو هضبة مرموشة. إذا بزاف ديال الأشجار تتنوع حسب الطبيعة ديال الهضاب. إذا كنلاحظ بأن مثلا بلط الفيلين، بلط الفيلين ما كيتواجدش في الأماكن اللي فيها تربة كلسية. هذا الشيء يمكن نفسرو من بعد بمجموعة من الأسباب اللي هي أولا اللي شفناها هي خصائص كيميائية ديال التربة، لأن التربة الكلسية ماشي مثل التربة الشيست أو التربة الأخرى. إذن أول شيء سوف نرى تجربة، إذا قمنا بزرع جدلات بلوط الفيلين فوق أفق ربلي تحته أفق طيني، يعني واحد النوع من التربة، التربة في الفوق عبارة عن تربة رملية، تحت منها كاينة تربة طينية، كنلقاو نتائج مختلفة. شو اللي كيخلي ليا أن هاد النتائج تكون مختلفة؟ السوق ديال الأفق ديالي اللي فيه ديك التربة. إذن غناخذ واحد الجدول نشوفوا مقارنة ما بين النتائج ديال السمك ديال الأفق والنتيجة ديال الشلالات أو النمو ديال الشلالات. إذن بالنسبة للسمك ديال الأفق الرملي، إذا كان سمك الأفق الرملي ما بين 0 إلى 50 سنتيمتر يعني نصف متر، مثلا هنايا عندنا هضبة معينة، عندنا هذا هو الأفق الرملي، هنا هي الطبقة الطينية اللي هو الأفق الطيني. إلا خدينا مثلا هذه المنطقة كيكون فيها السمك ديال الرمل قليل، بالتالي النتيجة ديالي أن الجذور ديال هذه النبتة كتوصل دغيا للأفق الطيني. وكنعرفوا بأن الأفق الطيني خلال الشتاء يكون متبعا بالماء، بالتالي الجذور ديال هذه النبتة تختنق وبالتالي تموت. إذا النبتة تموت ولا تعيش. إذا النتيجة ديال هاد إذا كان الأفق الرملي جد قصير فإن النتيجة هو موت الشتلة. إذا بالنسبة للتجربة الثانية سوف نقوم بغرس الشتلة في عمق 50 سنتيم، ما بين 50 سنتيم و 200 سنتيم، يعني ما بين نصف متر إلى مترين. إذا كنستنتجو بأن كما نرى هنايا أن النباتات النبتة تنمو، إذا نمو النبتة، في حين إذا كان أكبر من 200 سنتيمتر، إذا عدم كما نرى هنا نمو النبتة. إذا التفسير كالتالي، وأننا كنلاحظوا بأن البلوط ينمو فوق في المناطق التي يكون فيها السمك ما بين 50 سنتيم إلى 200 سنتيم، بطبيعة الحال سمك الأفق الرملي. إذا تفسير هذا يرجع إلى كون صغر سمك الأفق الرملي كيسمح بتجمع الأمطار ديال مياه ديال الأمطار خلال فصل الشتاء، مما كيؤدي إلى اختناق ديال الجذور، بالتالي موت هذه النبتة. كذلك أثناء الصيف هنايا كيكون التسرع ديال تبخر ديال المياه، حيت السمك جد ضعيف، بالتالي معرض لدرجة حرارة كبيرة، بالتالي تبخر المياه بسرعة. إذا غيحدث ليا واحد النقص في كمية الماء خلال الصيف، العكس ديال الشتاء.
بالنسبه الى هنايا البلوط كيحتاج بلوط الفدين كيحتاج المياه لنمو جيد، بالتالي في الصيف ما يكونش النمو ديالو بالتالي ما يموت. من جهه اخرى اذا كان الفوق الطيني متواجد في عمق كبير جدا كما شفنا هنايا اكبر من 2 سنتيمتر، هذه الشتله يصعب عليها الوصول الى الافق الطيني من اجل امتصاص المياه الجوفيه، حيث الجذور ديال هذه النبته ما عندهاش ديك القدره بانها تبلغ المياه الجوفيه وبالتالي غتموت. اذا هذا الافق ما خصوش يكون كبير بزاف، ما خصوش يكون صغير، عنده واحد المجال اللي هو ما بين 50 سنتيم الى 200 سنتيم، هو اللي يمكن تنمو فيه هذه النبته او الشتله ديال بلوط الفيلي. اذا هذا فيما يخص هذه الفقره. اذا فقره اخرى سنرى تاثير حمضيه التربه، يعني اذا كانت التربه حمضيه قاعديه الى اخره، التاثير ديالها على نمو النباتات. اذا اخذنا دائما نفس المثال اللي هو بلوط الفيلي. اذا نلاحظ الصوره التاليه، اذا كما يظهر على الشاشه الان نلاحظ هذا المقطع الافقي لتوزيع مجموعه من النباتات بين غابة تملا وهضبات زعير. إذا كما كنلاحظوا عندنا مجموعة من أنواع ديال التربة خلال هذا المقطع الأفقي، كذلك تظهر لنا مجموعة من الأشجار. إذا هناك نوع ديال الكتارغا، الزيتون، كذلك عندنا بلوط الفيلين، المستكة وإلى آخره. وعندنا أنواع ديال التربة، عندنا الشيس، وعندنا المرويت، الجرانيت، كذلك عندنا الطين والرمل، عندنا الكيلس، وعندنا الرمل. إذا هذا من أنواع التربة. إلا لاحظنا مزيان بأن بلوط الفيلين كيتواجد على مستوى غابة تمارا، غابة بن عبيد، وكذلك هضبة سيدي الطاش، وكذلك هضبة زعير، في حين نلاحظ غياب تام لهذا البلوط على مستوى هضبة مرشوش. السبب بأن بلوط الفيلين ينمو فوق التربات مختلفة، يعني يقدر ينمو فوق الشيست كما كاين عندنا بالنسبة غابة تمارا في الأسفل، كذلك في غابة بن عبيد، كذلك ينمو على الجرانيت كما في هضبة الزعير، ينمو في مكان يتواجد فيه الطين والرمل دائما في غابة تمارا، في حين أنه لا ينمو في المكان الذي يتواجد فيه الكنز على مستوى هضبة مرشوش. إذا بلوط الفيلين ينمو فوق تربات مختلفة الرملية أو شيسية أو جرانيتية، في حين أن نلاحظ لديه نفور على مستوى التربة الكيلسية. إذا لفهم هذا السبب تم إنجاز مجموعة من المناولات على هذه النباتات، حيث تم اختبار نمو مجموعة من الشتلات على مجموعة من أنواع التربة. سنقوم بمجموعة من المناولات التي أجريت على هذه النباتات أو الشتلات بلوط الفيلين. إذا في الأول سنزرع هذه الشتلة في تربة مأخوذة من هضبة مرشوش، نعلم أن هضبة مرشوش عندها تربة كيلسية، حين أن تربة غابة مرا كما رأينا العلبي ديالها فيها طبقة رملية تحت منها كينشيز. إذا نتائج التجربة في الأول عدم نمو الشتلة. إذا الشتلة لا تنمو في تربة هضبة مرشوش. بالنسبة لتربة غابة مرا نمو الشتلة. إذا هذه التربة ديال غابة مرا ملائمة لنمو بلوط الفيلين. إذا أخذنا هذه التربة ديال غابة مرا أضفنا إليها الكيس، نلاحظ كذلك عدم نمو الشتلات. بالتالي كنستنتجوا بأن العامل المؤثر في النمو أو توزيع ديال بلوط الفيلين هو تواجد الكيلس. إذا نلاحظ أن شتلات بلوط الفيلين لا تنمو فوق التربة الكيلسية أو تربة أضيف إليها الكيلس، حيتاش الشتلات اللي كيتزرعوا في التربة الكيلسية ما كيكونش فيهم واحد العنصر مهم من أجل النمو اللي هو عنصر الحديد. إذا هذا الحديد كيساهم في النمو ديال الشتلات، وعدم تواجده يعيق هذا النمو. إذا التأثير، إذا الحمضية ديال التربة كيأثر ليا في تواجد الأنواع النباتية داخل هذه التربة. إذا أخذنا تحليل ديال هذه التربة اللبنانية سنجد أن نسبة الحديد جد ضئيلة، أما في تربة غابة تمارا كنلقى بأن نسبة الحديد جد مهمة.
في حين ان في هذه التربه التي اضيف اليها الكنز كذلك نسبه الحديد جد ضئيله، اذا غياب اذا يقضي على الحديد، وبالتالي النباتات ما كتنموش، وبالتالي هناك غياب النباتات على مستوى هذه التربه. ايضا هناك عنصر اخر يؤثر في توزيع النباتات اللي هو ملوحات التربه. اذا عموما تراكم الاملاح داخل انسجه النباتات كيؤدي الى انخفاض في النمو ديالها، حيث كيسبب لها هذا الخلل في التزاوج بالعناصر الاساسيه لانطلاقها من التربه. اذا كيتسبب نوع من السميه. اذا هذا الشيء كيؤدي الى غياب بعض النباتات في بعض الاماكن اللي فيها التربه جد مانحه، بالتالي حتى الانتاجيه ديالها كتكون ضعيفه. هذا فيما يخص العنصر المحور الرابع. عندنا محور جديد اللي هو تاثير الكائنات الحيه هذه المره على التربه. اذا التربه لها تاثير على النباتات، كذلك هناك تاثير ديال الكائنات الحيه المتواجده داخل التربه على هذه التربه. اذا اولا سنقوم بالكشف عن هذه الحيوانات المتواجدة داخل التربة التي يطلق عليها في أغلب الأحيان اسم الفونا. إذا هناك جهاز بيرليز اللي هو بسيط الصنع، يعني يمكن يصنعه أي واحد من أجل الكشف عن هذه الحيوانات الدقيقة.